السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل ما أبدأ، بس أول شيء أحب أتأكد أن الصوت مسموع عند الجميع إن شاء الله. أتوقع الكل سامعني بوضوح. أولا أرحب بالجميع اليوم، هذا أول لقاء إن شاء الله سيكون لنا في هذه المادة، مادة جميلة جدا، ويعني إن شاء الله نستفيد حتى على المستوى الشخصي فيها بإذن الله. طبعا أعرفكم بنفسي، أنا دكتور عباس البرق، أستاذ مشارك في قسم إدارة الأعمال، وبإذن الله سأكون معكم هذا الفصل في هذه المادة إلى الآخر. أولا أريد قبل ما أبدأ أيضا في المادة، أريد أن أوضح بعض النقاط التي ستكون القاعدة لنا في هذا الفصل، بحيث أن الطالب دائما في التعليم عن بعد هناك بعض يعني الإشكاليات مع الطالب. يعني أيهما ندرس يا دكتور؟ ملخص، في ملخص اسمه الأوهام، ملخص الأحلام، ملخص الخيال، والأمور هذه، ويعني يرتبك الطالب احيانا في دراسه كل هذه الامور. فبالتالي احب ان اوضح لكم طريقه تعاملي في هذه الماده حتى لا يكون هناك اي التباس اولا، ولضمان ان تحصل على الماده العلميه كامله، وثالثا ضمان ان تحصل على الدرجه الاعلى باذن الله بالاستمرار خلال التعليمات اللي انا ساعطيكم اياها ان شاء الله. المادة سهلة جميلة، ما تقلقوا أبدا منها، لأنها مادة يعني ستجدها قريبة من أسلوب الحياة اللي نحن نعيشه بإذن الله. يعني ما هو شيء يعني غريب أو شيء يعني تجد أنه صعب رياضيات، لا بالعكس. طبعا فبالتالي يعني حتكون هذا اللقاء الأساسي أنه نوضح المادة كيف نتعامل معها، وسأعطيكم جزء منها إن شاء الله لأ. أول شيء، هذه المادة البحوث الإدارية هناك كتاب مقرر لهذه المادة. هذا الكتاب اسم الكتاب البحوث الإدارية، أوكي؟ الكتاب اسمه البحوث الإدارية إعداد مشروع البحث وكتابة التقرير النهائي للدكتور وفقي السيد الإمام. أوكي، هذا اسم الكتاب البحوث الإدارية للدكتور وفقي الإمام. هذا كتاب المادة اللي من خلال هذا الكتاب تم عمل فيديوهات أو تسجيل المادة الفيديو، وأيضا من هذا الكتاب سيتم شرح اللقاء الحي، ومن هذا الكتاب سيتم وضع أسئلة للمادة. طيب الآن في ناس تقول طب أنا بدي ملخصات كده. أنا أيضا للتعاون معكم، لأنه طبعا أشعر أحيانا أنه في طلاب يعني يجد صعوبة في يعني اقتناء الكتاب، ما موجود الكتاب أحيانا في المكتبة، فتلقى يعتمد على بعض الملخصات. أنا أقول لكم إذا اعتمدتوا على اللقاء الحي بإذن الله ستحصل على العلامة الكاملة، لأنه أنا بإذن الله في اللقاء الحي سأشرح كل شيء يختص في هذه المادة، ويعني إذا اضطريت ممكن أعطيكم يعني جزء من الكتاب، يعني أحكي لك أيضا لابد أن تقرأ، ولكن اللقاء الحي غالبا ما يكون كامل شامل لكل شيء في هذه المادة. أيضا يهمني اللقاء الأخير، آخر لقاء، ما تخلوا أي شيء يفوتكم عن آخر لقاء. ليش؟ لأنه آخر لقاء أعمل quick revision، يعني
مراجعة سريعة لأهم النقاط التي قد تساعد الطالب في استذكار المادة وفي الحصول على درجة عالية بإذن الله. فمهم جدا اللقاء الأخير إن شاء الله. طبعا اللقاء الأخير هو لقاء يعني مصيري يكون يحدد نقاط كثيرة، فبالتالي دائما احرص على أن تحضر اللقاءات الحية واللقاء الأخير في كل المواد أيضا، حتى إذا بتلاحظوا أيضا المواد الأخرى بيركزوا على اللقاء الأخير. فلا تقلق، استمتع بهذه المادة، افهمها، خذها بشكل أن تستطيع أن تستفيد منها أكثر من أنك تبحث فقط عن العلامة، لأن العلامة إن شاء الله إذا ذاكرت ستحصل عليها بسهولة جدا، ما في شيء صعب أبدا، خصوصا إذا كان في إرادة ومذاكرة. إذا هذه طريقة عمل المادة. إذا المادة الرئيسية هي الكتاب، والكتاب حكيت لكم اسمه البحوث الإدارية للدكتور رشدي الإمام. ومن هذا الكتاب بإذن الله، هذا هو أمام الكتاب، أنا أفتح الكتاب أشرح لكم بإذن الله النقاط الرئيسية التي بخلال لقاء الحي ستجد أني ركزت على نقاط مهمة جدا. طيب دعونا الآن نبدأ في المادة. طبعا هناك قبل أيضا أشير، هناك في الكتاب شباتر كثيرة يعني أو أبواب أو وحدات. طبعا لم أعطيكم كل الوحدات لأسباب أنه في هذه المادة هناك بعض الفصول عن التحليل الإحصائي، والتحليل الإحصائي يحتاج إلى معادلات حسابية. أنا في المرحلة هذه هذه المعادلات الإحصائية يعني ما أركز عليها معكم، أركز على الجزء النظري أكثر من الحسابات، لأنه هذه مادة ما هي إحصاء أو ستاتستيك أو رياضيات، فسأركز معكم على الجزء النظري أكثر إن شاء الله. طبعا هناك الفصل الأول وهو المدخل للبحث العلمي، وهناك سيكون ضمن المادة. والفصل الثاني أيضا وهو بعنوان إعداد مشروع البحث، وأيضا لدينا الفصل الثالث وهو نوع الدراسة ومناهج البحث، والفصل الرابع تحديد مجتمع البحث واختيار العينة، الفصل الخامس أيضا وهو تصميم نماذج جمع البيانات، والفصل السادس أيضا عن بيانات الدراسة الثانوية والأولية ووسائل جمعها. الفصل السابع لن يعني أضمه إلى المادة، لأنه هو هناك ترميز وجدولة وأرقام وإكسل وأمور حسابية أكثر، يعني سأعرج عليه للشرح ليس أكثر، ولكن لن أدخل هذا الفصل في الامتحان الفصل السابع. أيضا الفصل الثامن تحليل البيانات، أيضا تحليل البيانات لن أتطرق لهذا الفصل بطريقة يعني قوية، فقط سأشرحه ولكن أيضا سيكون خفيف، لن يكون هناك منه أسئلة إن شاء الله. والفصل التاسع وهو بسيط جدا، كيفية كتاب التقرير البحث، جدا بسيط ومن أقل الشباتر اللي في الكتاب. فإذا الفصل من الفصل الأول إلى الفصل التاسع الكتاب مطالبين فيه، ولكن الفصل السابع والفصل الثامن سيكون فقط للإطلاع وللعلم والمعرفة، ويعتبر من مفردات إضافية للمادة، أما لن يدخل إن شاء الله يعني في الامتحان بإذن الله. فهذه الفصول التي ستكون ضمن المادة. دعونا نتكلم اليوم، نبدأ بالفصل الأول. طبعا كل هذا الكلام الذي أنا تكلمته مسجل لأي طالب يحب يدخل على اللقاء الحي سيسمعني، وأيضا سأكتبه بإذن الله في المنتديات إن شاء الله التي من خلالها نتناقش إن شاء الله. أيضا مرة أخرى للتأكيد، الكتاب وفتي الإمام، كتاب البحوث الإدارية إن شاء الله هو اللي حيكون المرجع تبعنا، واعتمادك على اللقاء الحي قدر يعني الإمكان، أنه لن أخرج من خلال نقاشي عن أي أسئلة في الامتحان بإذن الله. طيب دعونا نبدأ. أولا اليوم سنتكلم عن الفصل الأول. الفصل الأول معنون بالكتاب باسم مدخل للبحث العلمي، والمدخل هذا يتكلم عن مفهوم البحث العلمي وعن بحوث الطلاب والرسائل العلمية والأبحاث، أيضا يتكلم عن إسهامات
للعلماء العرب والمسلمين في البحث العلمي، وأيضا يتطرق إلى مبادئ البحث العلمي ومهاراته والأمانة العلمية وأخلاقيات الباحث. في الواقع هناك عدة تعريف للبحث العلمي، ولكن أنا عشان يلصق التعريف براسك وتستسيغ الفكرة، دعونا نقسم هذا التعريف إلى كلمتين: البحث والعلمي، أو البحث العلمي. الكلمة الأولى البحث، متى نبدأ بعملية البحث في حياتنا بشكل عام؟ متى؟ عادة تبدأ عملية البحث عندما تكون، يعني سؤال، هل تبحث عن هاتفك المقال إذا كان بيدك؟ هذا إلا إذا كنت أنت مو صاحي وتحس إنه ضايع منك، ويصير أحيانا الواحد معاه الهاتف ويدور عليه، ولكن هذه حالات شاذة، أنا أتكلم بشكل عام. هل تبحث عن هاتف المقال إذا لم يكن مختفي؟ لا تبحث عنه إذا أنت كنت عارف من مكانه. هل تبحث عن شيء أنت تجده؟ أنت تبحث عن شيء غير موجود. فالنقطة الرئيسية كلمة البحث، قبل نقول البحث العلمي تعريف، نقول البحث هو أن أنت تمارس عملية البحث في وقت تفتقد إلى هذا الشيء. الآن أنت بحاجة إلى دخل إضافي، قد يكون ضاقت عليك الدنيا في هذا الراتب فتبحث عن رزق أخرى، وسيلة عمل أخرى إضافية، فأنت ستبحث. أما إذا أنا متأكد إذا أنت كنت مبسوط لن تبحث عن شيء آخر. مثلا أنت تبحث عن، أنت عطشان وتريد ماء، فأنت تبحث عن أين يعني موجود الماء. إذا عملية البحث مربوطة مع إيش؟ مع شيء مفقود ومع حاجة ملحة أنت تبحث عنها، فبالتالي يقول لك البحث. من هنا انطلقت عملية البحث كبحث، كفكرة البحث. أما إذا قرناها مع الكلمة الأخرى واقترنت بها وأصبحت علمي، البحث العلمي. ما المقصود بالعلمي؟ العلمي هو الشيء المنظم. الآن لاحظ، أي شيء علمي لابد أن يكون هناك شيء دقيق ومنظم ومنهج لكي من خلاله نستطيع أن نستفيد منه. هذه يعني لا سؤال، الرياضيات علم ولا ما هو علم؟ الرياضيات علم، وهذا العلم دقيق. مستحيل أن تجد 1+1=4 في الكتاب، ستجد أنه المبني، القاعدة الرئيسية أنه هناك أرقام لا يعني لا تتغير القاعدة، القاعدة واحدة أنه 1+1=2، فبالتالي القاعدة العلمية ثابتة. أيضا أضف إلى ذلك أن هناك منهج علمي، هذه المعادلات الرياضية والمعادلات أو الكيمياء أو الفيزياء وغيرها من الأمور كلها منهجة. فبالتالي عندما نطلق كلمة علمي، شيء دقيق أو منظم، هناك منهج. فإذا عندما نقول بحث وعلمي، هذا الفرق. عندما نقول البحث على الموبايل مثلا، لما يضيع منك الموبايل أنت تبحث بطريقة غير علمية، هذا ما هو بحث علمي، أنت تبحث عن شيء مفقود. ولكن عندما تبحث عن شيء بطريقة علمية، لابد إذا أن تمارس المنهج العلمي، العملية دقيقة وتكون منظمة ولها قواعد، ولكن بالنهاية هي فكرة واحدة، أنك أنت تبحث عن شيء مفقود وتريد أن تجد هذا الشيء. فهناك عدة تعريف طبعا. مثلا عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث. شوف، لاحظ كل هذا الكلام طبيعي، ما هو شيء يعني حفظ أنه كلام تعريف صعبة، وهي عملية. من الكلام اللي تكلمته هي عملية، أنت تبحث، إذا أنت تعمل شيء قاعد تبحث، إذا هي عملية وفكرية، لأنك أنت لابد أن تشغل الدماغ. هذه الطاسة اللي واحد عاملها إذا ما يشغلها كيف يفكر، كيف يبحث؟ لابد أن يكون هناك فكر، فأنت ستبحث عن شيء. فإذا هناك فكرة وعملية، وإذا ومن سيقوم بهذا الشخص؟ من سيقوم بالبحث؟ أنت، هناك شخص. إذا أنت الشخص تسمى باحث. شوف كيف الأمور ببساطة مترابطة بطريقة جميلة جدا، بسيطة، ما هي معقدة. شوف كيف الآن أنت الباحث، وأنت من سيقوم بهذا البحث، وستستخدم عملية في من أجل أن تتقصر. عن إيش حكينا؟ عندك مشكلة، لن تبحث عن شيء ما في مشكلة. شوف، تذكر كانوا تكلمنا قلنا أنك لن تبحث عن شيء يعني موجود. أنت معك القلم، هل ستبحث عنه إذا كان بيدك وأمامك؟ لن تبحث عنه. إذن أنت تتقصر، أنت تبحث عن حقائق، هذه الحقائق عن مشكلة معينة. هذه المشكلة يطلق عليها موضوع البحث،
فإذا أنت الآن لاحظت تبحث مثلا عن العلاج للسرطان، السرطان مرض صح ولا خطأ؟ مرض، والباحثين يبحثون في هذا المرض لإيجاد إيش؟ حلول، للوصول إلى حلول. إذا هذا بحث علمي. إذا ولكن كيف يتم هذا البحث؟ هل يمسك المريض السرطان ويطلع عليه من بعيد يقول لا لا، هناك منهج لهذا البحث، منهجية. ما هذه المنهجية؟ مثلا يخضعوا إلى فحوصات ومختبرات وأمور كثيرة، فتجدوا أن هناك طريقة ممنهجة في عملية البحث، ليش؟ للوصول إلى حل. إذا لاحظ فكرة البحث العلمي كيف مربوطة دائما في مشكلة، وغالبا ما يعني 99% هناك مشكلة ونريد أن نحل، أن نحل هذه المشكلة. أحيانا هناك بعض الأبحاث ليست لحل فقط مشكلة، ليست بالضروري فقط حل مشكلة، بل قد يكون هذا البحث العلمي لإضافة علمية لنظريات سابقة. تعرف الآن ما أكثر النظريات العلمية الموجودة؟ قد يأتي واحد ويبحث في هذه النظرية ويفنيها ويقول هذه النظرية هناك فيها خطأ. نعم جميل كلامك يا موسى، يقول لك للتطوير نعم ويطورها، أو قد يثبت أن هذه النظرية صحيحة، لأنه قد تكون هذه النظرية مطبقة في بيئة معينة، هذه البيئة تختلف من مكان إلى مكان، فأنا أريد أن أثبت أن هذه النظرية تنطبق علينا أيضا في البيئة التي يعني مختلفة عن البيئة التي أنشئت بها النظرية. طبعا مثل ما تكلمنا البحث العلمي هو هذا البحث العلمي هو إثراء العملية من ناحية ووضع حلول أيضا من ناحية أخرى. طبعا لاحظوا الآن تكلمنا عن شيئين، الأول أن هناك مشكلة، والثاني قلنا أن هناك إثراء مثل ما قال منصور أنه يضيف إضافة وتطويرها. إذا لاحظ في عملية البحث لم يخرج البحث عن هذه الطريقتين، يا إما تكلمنا عن مشكلة نريد حلها، أو إما أننا نريد أن نثري المعرفة ونطورها بطريقة أو بأخرى. هذا يقودنا إلى ماذا؟ يقودنا إلى نوعين من البحوث ببساطة جدا. نوعين من البحوث، البحث الأول طبعا شوف أنا بس أطلب منكم طلب بسيط، في بعض الطلاب الأعزاء الحلوين يدخل متأخر، أنا أكون شرحت مثلا إيش تعريف كذا، فأنت لما أنا تسألني سؤال نعم أستطيع أن أجيبك، ولكن ما بدي أرجع لوراء أو أخر، لأنه هذه المعلومات دراسة الواحد متسلسلة، فأحيانا يعني سامحوني إذا أنا مريت مرور على بعض الأسئلة يعني اللي تسألوها، خصوصا إذا سؤال كنت قد تطرقت له قبل ثواني أو دقائق، ولكن أيضا سأعيد حتى لا يعني من البداية تقول الدكتور ما يبغى يجاوب أسئلة، بالعكس، ولكن أنا أحب أمشي في المادة عشان أنا بدي أخلص لكم المادة تستفيدوا، ونصير يعني آخر محاضرتين أو ثلاث محاضرات حتى ممكن أشيل المادة خلاص أركز لكم، شوفوا هذه الصفحة مهمة، هذه كذا مهمة، هذا أفيد لك. أنا متأكد إنه أنتوا آخر المحاضرات حتشيلوا تراسلوني يا دكتور وين نركز، فأنا بدي أحاول أخلص المنهج بإذن الله وأجعل آخر محاضرة محاضرتين أو حتى ممكن ثلاث، حتى يكون للتركيز على النقاط الرئيسية التي من خلالها تساعدك على اجتياز المادة والحصول على أعلى درجة بإذن الله، أتوقع للجميع أعلى درجات في هذه المادة الجميلة. إذا لختام تعريف البحث العلمي أيضا هو مثل ما قلنا هي عملية فكرية منظمة، هي دراسة علمية دقيقة لظاهرة معينة باستخدام منهج علمي لكي نصل به إلى حقيقة يمكن أن نستفيد منها. هذا تعريف البحث العلمي. طبعا مثل ما تكلمنا أنه هناك عملية فكرية، هناك شخص يسمى الباحث ومن يقود البحث، وأيضا هناك تقصي واتباع طريقة منهجية، وقد يكون إضافة علمية للنظريات السابقة. إذا هذا يقودنا إلى ماذا؟ يقودنا إلى أن هناك نوعين من البحوث. البحث الأول ويطلق عليه البيسك ريسيرش، بيسك ريسيرش، بيسك يعني أساسي وريسيرش يعني بحث، إذا البحث الأساسي. البحث الأساسي النوع الأول اسمه البحث الأساسي. البحث الأساسي هو أن الباحث مثل ما تكلمنا
يبحث من أجل المعرفة وتطوير مفاهيم نظرية. ليش؟ من أجل زيادة المخزون في المعرفة في ميدان البحث اللي قاعد يبحث فيه. إذن البحث الأول هو البحث الأساسي، وهنا يقوم الباحث مثل ما تكلمنا من إثراء العمل على إثراء المعرفة وتطويرها من أجل زيادة المخزون المتراكم في ميدان البحث اللي يسوي بحثه عليه، مثل ما تكلمنا قبل شوي، أعطينا مثال على النظريات. النوع الآخر من البحوث، النوع الآخر، لا، المفردات بالإنجليزي غير مطلوب. المفردات في الإنجليزي لم يأتي لك السؤال أبدا بالإنجليزي نهائيا، فقط في العربي الأسئلة، ولكن لزيادة المعرفة تكلم كلام بشكل عام. البحث النوع الثاني وهو البحث التطبيقي، Applied Research، البحث التطبيقي. هذا البحث من اسمه تطبيقي، نحن نطبق. نطبق على ماذا؟ نطبق بهدف إيجاد حل. هناك مشكلة لدينا، مثلا مشكلة البطالة، مشكلة الطلاق، مشكلة الإنتاج، مشكلة مجتمعية، مشكلة مالية، مشكلة موجودة قائمة، نعمل على دراستها بهدف إيجاد حل لهذه المشكلة. إذن هناك نوعين من البحوث، البحث الأساسي وهو ما يقوم به الباحث لكي يثري المعرفة وزيادة المخزون التراكمي من هذه المعلومات، أما البحث الآخر هو البحث الذي يهدف إلى حل مشكلة، ولكن هذه المشكلة قائمة. مثلا البطالة في المجتمع مشكلة قائمة ولا مو مشكلة قائمة؟ مثلا نقوم في بحث، شوف يعني مثلا تخيل أجيب لك سؤال أقول لك البحث التطبيقي هو نوع من البحوث يسعى وراء الحقيقة وتطوير المفاهيم النظرية، طبعا خطأ، هذا بحث أساسي. بينما البحث التطبيقي هو لإيجاد حلول موجودة ونعاني منها، مثلا البطالة في المجتمع، ارتفاع نسبة الطلاق كمجتمع، أو مثلا في مشكلة في الإنتاج أو في التسويق أو في الأفراد الذين يعملون داخل المنظمة، عدم انتظامهم في العمل، هذه كلها تعتبر مشاكل قائمة. نستطيع أن نبحث بهذه المشاكل من خلال تطبيق البحث التطبيقي. فهذا الفرق بين البحثين، وهما البحثين الأساسيين التي ستجدهم في كل أنواع البحوث. ولكن لو سألتي سؤال قد يعني قد يأتي إلى بالك، أيهما أفضل؟ بحث نعاني من مشكلة ونعالجه، ولا بحث حتى زيادة المخزون التراكمي في علم معين؟ برأيكم يعني كده، حاب أسمع منكم يعني بس هيك جواب، يعني الأساسي أم البحث التطبيقي؟ برأيكم بس كده، إيش رأيكم؟ مين أفضل يا بنات ويا شباب؟ طبعا في ناس محتارين، يقول لك الاساسي، ناس يقول لك كلهم. لو سالتك سؤال ايهما افضل؟ طيب دعوني أنا أجاوبكم. الأفضل فعليا هو أن يكون بحث يمزج بين النظرية والتطبيق. أولا إذا تلاحظوا النظريات التي وجدت هي نظريات بنيت بناء على خبرة، بناء على مشاكل سابقة، بناء على يعني علم منهجي، وتم بناء النظرية. فبالتالي الأفضل هو أن نمزج ما بين هذه النظرية ونطبقها في واقع المشكلة، فقد يتوصل
يعني ممكن احد الباحثين الى انه شوف الان يعمل دراسه، فبالتالي انه يجد انه المجتمع فيه بطاله كبيره مثلا مرتفع، هذا نقطه. وممكن لو يجيب البحث قيمته اكثر ان يبين لنا اسباب تلك البطاله. شوف شوف، اول شيء بدانا انه اعطانا البحث اساسي، اعطانا معدل البطاله. معدل البطاله ليس هناك مشكله، ولكن هو اعطانا فقط رقم بحث ووجد ان البطاله مرتفعه. الان بيجيب البحث اقوى وخلاه تطبيقي، هذا اساسي، خلاه تطبيقي اكثر، وايش ده؟ لان يمكن دعم حدد اسباب تلك البطاله، وبدا يدرس اسباب وينظر ما هي اسباب تلك البطاله. واشوف الان انتقل الى مرحله ثالثه اعلى، وايضا حاول ان يتوصل الى حلول لعلاج تلك البطاله. شوف اذا ما اجمل هذا البحث، جميل. اول شيء استخدم الاساسي انه تعرف على نظريات معدل البطاله، كل هذه نظريات ارقام، ولكن مد اكثر بدخل تطبيقي وتحدد اسباب البطاله، وزاد اكثر من خلال انه حاول يجد حلول لهذه البطاله. اذا كلاهما معا افضل ان يكون منفرد احد الانواع من البحوث. طبعا هناك انواع كثيره من البحوث داخل هذه الانواع، يعني الاساسي نوعين بحثين، ولكن داخل هذه الابحاث النوعين يقوم بكثير من الاشخاص بابحاث استخدام يا هذا او هذا او كلاهما. مثل عندنا بحوث الطلاب، بحوث الطلاب احد انواع البحوث. طبعا هذا يختلف عن الاساسي والتطبيقي. الاساسي والتطبيقي هي القاعده لانواع البحث، اما بحث الطلاب قد يكون تطبيقي وقد يكون اساسي. انا هنا اذكر شيء اخر عن بحوث الطلاب. بحوث الطلاب غالبا ما تكون اثناء المرحله الدراسيه، اما يعني في البكالوريوس غالبها اسمها طالب بحث قصير، او في الدراسات العليا، الغرض منه تشجيع الطلاب على ان يستزيد من العلم وان يتعمق ويكون موضوعي في الطرح الذي يقوم بطرحه بشكل افضل. هذا بحث يعتبر بحث طلاب. ايضا هناك طبعا بحث الطلاب ايضا اغلبه يكون يعني مراجع من كتب مقررة فقط، لا يخرج عن إطار المادة. دائما بحث الطالب يعني مربوط بالمادة، بكتاب الموضوع. مثلا إذا عندك مادة تسويق وقال لك سوي لنا بحث، لن تروح تعمل له بحث عن مشكلة البطالة، ستتناول بحث بما يختص المادة عن التسويق. إذا كنت طالب مثلا في مادة إدارة الأعمال أيضا، إذا بحث الطلاب مربوط مع المادة المطروحة، وبالتالي يعتبر بحث قصير بسيط للمذاكرة، للإنارة والاستنارة أكثر في موضوع المادة التي يدرسها. نوع ثاني رسائل الماجستير. إذا عندنا رسائل طلاب بكالوريوس، عندنا رسائل ماجستير. رسائل الماجستير أرقى وأعلى رتبة من رسائل البكالوريوس. البكالوريوس ما هو رسالة، تعتبر يقولونها بحث. شوف اختلفت الكلمة الآن، قبل شو قلنا بحث طلابي وهو متعلق في البكالوريوس، مستوى الآخر، طبعا هذه كلها مستويات البحوث، أوكي؟ الماجستير، أوكي؟ رسالة، لا نقول بحث ماستر، نقول رسالة ماجستير. طبعا هنا رسالة الماجستير إضافة جديدة تعتبر للمعرفة، وهنا لابد أن يتبع الباحث المنهج العلمي. ولكن الهدف الرئيسي في اغلب بحوث الماجستير ايش يكون؟ يكون لزيادة معرفة هذا الباحث كيفية عمل المنهج العلمي في البحث، اكثر من انه راح يضيف لنا شيء. لن يضيف في رسائل الماجستير اضافات قليلة جدا. ليه؟ لانه الطالب في هذه المرحلة يريد ان يتعلم اكثر كيفية اتباع المنهج العلمي في بحث واكتساب خبرة كافية تساعد على استكمال إن رغب الدراسات الأعلى منها وهي الدكتوراه. طبعا المستوى الآخر وهو رسائل الدكتوراه. رسائل الدكتوراه طبعا أرقى وأعلى من رسائل الماجستير. هنا تكون متعمقة ولها
لابد أن يكون هناك إضافة إلى العلم. ما في يعني في الدكتوراه ما يقول لك والله بدي أسوي بحث عشان فقط إني أتمكن في قواعد المنهج العلمي، لا، لابد أن تضيف شيء، لابد أن يكون هناك إضافة إلى العلم، مثلا معلومات جديدة، نتائج جديدة. هناك يكون على فكرة أحيانا براءات اختراع تأتي من وراء رسائل الدكتوراه. رسائل الدكتوراه لابد أن تكون إضافة فيها، وعادة هنا لا يتدخل أصلا المشرف في البحث اللي هو الدكتور اللي يشرف على البحث كثيرا في شغل الباحث، لأن الباحث هو من يقوم بكل شيء، فوجب عليه أنه يكون مميز ويكون شيء جديد، كله تقع على عاتق طالب الدكتوراه بعكس الماجستير والبكالوريوس. أوكي؟ طبعا هلا لما يعملوا البحث الاثنين بيناقشوا بحثهم الماجستير والدكتوراه في جلسة علنية أو حسب الأوسرية طبعا حسب لوائح الجامعات طبعا يناقش البحث. في البكالوريوس بحث الطالب اللي أطلقنا عليه المستوى الأول ما في مناقشات، قليل، إيش بيناقش؟ هو جاب من كتب، وأنا أعرف نص الطلاب بيجيبوا كوبي بيس من هالإنترنت وبيقدموا لنا أبحاث، يعني حتى لو سألته والله في طلاب ما هو عارف إيش البحث اللي جابه، وأحيانا يعني بيجيب لك موضوع ما له علاقة لأنه هو ما قرأ، بيدخل بكوبي بيس وما هو عارف إيش اللي أخذه كوبي بيس. بطبيعة الأحيان ويقع بين أيدينا أبحاث لطلاب في البكالوريوس عن موضوع يعني مضحك ما له علاقة أبدا في المادة العلمية نهائيا، يكون موضوع إخباري خبر فكاهي، وهو عمل برينت أوت وجايب وحاطه للدكتور وحاطط اسمه بشكل عريض وجميل ومميز وألوان وزهري وأخضر وراسم لك ورود، ولكن هذا الكلام في الماجستير والدكتوراه لا يصح، لأن هناك مناقشة لعملية البحث الذي قام به الطالب. طيب طبعا المناقشون في عملية الماجستير والدكتوراه هناك جانبين بيناقشوا عادة في عملية المناقشة في الماجستير في الدكتوراه، وإن شاء الله كلكم أشوفكم تكملوا ماجستير وبإذن الله دكتوراه. يتم المناقشة من جانبين، بجانب شكلي وجانب موضوعي. طبعا الجانب الشكلي انه اللي اوت او الديزاين، الشكل بتاع البحث، انه هل هو متبع مثلا ترتيب وجداول واشكال والطباعه والاخطاء الاملائيه واللغه وتثبيت المراجع بصوره صحيحه والتزامه بالامانه العلميه، هذا الجانب يسموه جانب شكلي او اللي اوت او الديزاين. طبعا هناك الجانب الاخر الذي ايضا تتم مناقشه الباحث خلال جلسه الدكتوراه والماجستير ويسمى الجانب الموضوعي. الجانب الموضوعي اخطر جدا، لانه اذا كان عنده الطالب مشكله في الجانب الشكلي قد يعالجها في اي وقت، يعني يقولوا له صلح في بحثك عندك اخطاء املائيه، هذا قبل هذا، ترتيبك غلط، هذا كله يعني تجده بسيط في عمليه التصحيح، سهل جدا. اما الجانب الموضوعي، الجانب الموضوعي خطير. ليش؟ لأن المناقشين اللي يناقشوا رسالة الماجستير والدكتوراه يدخلوا في لب البحث. هنا نتكلم عن عنوان الرسالة ومدى يعني هذا العنوان مناسب. مثلا تعطيني عنوان رسالة أقول لي مثلا عنوان بسيط ما له قيمة، هذا مشكلة. يعني قد يعطوك ميجر كوريكشن، يعني تصحيح، يعني سنة كاملة صلح بحثك. ليش؟ لأنه عنوانها مهم، عنوان بسيط. يعني الآن اللي يبحث عن علاج لمرض السرطان أو يبحث حلول لمشكلة البطالة في بلادي أو في بعض الدول، مثل لما يجي واحد مثلا يبحث لك يقول لك زيادة المبيعات في الشركة الفلانية، وين الفرق؟ فرق شاسع. أنت تحل مشكلة شركة بسيطة، هناك يعني تحل مشكلة أمة كاملة عندها بطالة أو عندها أو سبب. مثلا تخيل واحد عامل بحث عن أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في مثلا بتخصص الاجتماعيات علم النفس، شوف هذا موضوع خطير. فبالتالي تجد موضوع والعنوان قوي ومناسب انه الانسان يمارس على هذا العنوان بحث كامل للدكتوراه 3 سنوات. شوف انت تدرس 3 سنوات، سمحة في الدكتوراه 3 سنوات الى 7 سنوات،
أعرف أصدقاء خلصوا الدكتوراه في 7 سنوات وهو يبحث في مشكلة معينة، وخصوصا التخصصات العلمية الدقيقة مثل المختبرات الطب. أما التخصص إداري ما إداري يجلس 7 سنوات، هذا ما رايح يدرس، هذا رايح يكيف. فهذه ال7 سنوات أنا أقصد فيها التخصصات الدقيقة العلمية وليس التخصصات اللي البسيطة جدا. طيب أيضا أهمية البحث، هذا ينطبق عليه من العنوان الدقة في صياغة المشكلة والأهداف. والأهداف الآن واحد حط لك هناك مشكلة وأهداف، تخيل المشكلة غير مترابطة مع الأهداف. المشكلة ازدياد مثلا مرضى السرطان، إيش أهدافك؟ أعالج مثلا شيء ما له علاقة في المشكلة، طب هذا مصيبة، هذا يرجعوه البحث في النقاش. أيضا التعمق في تحليل البيانات، أنت جمعت بيانات جلست 3 سنوات، لابد أن يكون هناك تحليل معمق، لا فقط تذكر والله تحلل لي مجتمع العينة كم واحد أنا سويت استبيان، لا 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 لا، لابد أن تحلل بطريقة عميقة. هناك برامج إحصائية وهناك كثير من الأمور تتعلق في التحليل، فلا بد أن يكون الطالب القدرة على العرض في ترابط فكري وبأسلوب مشوق في البحث. أيضا في المناقشة، يعني أذكر لما ناقشنا رسالة الدكتوراه، لابد أن ترد على أسئلة أعضاء اللجنة والدفاع عن رأيك. طبعا مهم جدا جدا، هناك جانب لابد أن موجود، هذا كل الكلام اللي أتكلمه، أي كلمة قاعد أتكلمها كلها موجودة في الكتاب. شوف الآن هناك شخصية الطالب، شخصية الطالب مهمة جدا. يعني تخيل أنت تناقش طالب دكتوراه، وهذا الطالب الدكتوراه مثلا ما عنده القدرة يدافع عن رأيه اللي كتبه في بحثه، أنت الآن وجدت حل، لابد أن تعطينا يعني تعطينا تأكيدات عن هذا الرأي. وبنفس الوقت أيضا إذا كان هناك خطأ، لابد الشجاعة في الاعتراف بالخطأ وتقول مثلا نعم أنا أخطأت في هذه النقطة، أوكي سأصوبها، لا تتعنت تيجي تقول لا 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 أنا اللي كتبته صح، لا لا، قد يكون قابل للصواب وقابل للخطأ. لابد أن يكون لديك الروح، تعرف في ناس ما عندها، يعني أنا شفت مناقشات طلاب ما عنده المرونة، يفكر انه هو كتب شيء انه هو مثل القران، لن يكون هناك خطا فيه. وطبعا هذه ايضا تكون مشكله في الشخصيه، هناك في ناس مثلا مغرور شخصيته انه والله انا اعرف كل شيء. طبعا على فكره اعطيكم نظريه بسيطه، كلما ازداد علم الانسان كلما قل، تخيل كلما قل ثقته بنفسه. ليش؟ لانه ستدرك مع الايام من خلال العلم الذي انت تنهجه ان انت طلعت ما تعرف شيء. أما اللي ما عنده معلومات تلقاه متمسك برأيه وواثق من نفسه في طرح الفكرة. هو فعليا لو أنت درست العلم وتوسعت ستجد أن كثير من الأمور قابلة للتغير، وما في شيء ثابت في هذا الدين، مستحيل أن تكون كل شيء ثابت، هناك تغيرات، نتائج البحث قد تختلف من فترة إلى فترة. أنت تعمل الآن بحث وتسأل، يعني أنا أعطيك مثال الآن، أنا لو سألتك سؤال مثلا بدي أعمل بحث عنك وسألتك إيش نفسيتك الآن؟ يقول لي مثلا والله نفسيتي تعبانة. شوف لو سألتك بعد ربع ساعة أو بعد ساعة كيف نفسيتك؟ يقول والله مبسوط. شوف أنت نفسك اللي أنا عملت عليك البحث تغير. فليس هو، لا يوجد هناك شيء في هذه الدنيا ثابت غير الله سبحانه وتعالى وما أنزله من القرآن الكريم، وهذه الأمور ثابتة. أما الأمور الأخرى اللي هي نحن نعيشها هي أمور متغيرة ودوام الحال لا محال، فبالتالي لابد أن تكون المناقشة في عملية الماجستير والدكتوراه في البحث العلمي أن يكون إذا أخطأت أن تعترف بالخطأ، أن تحتفظ بهدوء أعصابك، ما أنت ما جاي تعارك اللجنة، في ناس تيجي تعارك، في ناس تضرب وتخنث وتسب وكذا، وأنتم حاطين ضدي وأنتم كنتوا ترسبون، لا لا لا، هم لم يأتوا ليرسبوا، هم جاءوا ليناقشوه. فلا بد أن تكون لديك القدرة على أنت باحث وستتحمل مسؤولية في المستقبل، فلا بد أن يكون لديك القدرة على التعامل مع هذه الظروف بطريقة معينة، بحيث أنك أنت تبين لهم فعلا. أصلا تعرف إذا أنت وجدت، سنأتي لنقطة مهمة وأربطها مع هذا الكلام،
الآن يقول لك الموضوع الدقة مثلا أو النزاهة العلمية، النزاهة إيش يعني؟ أو عدم الحيادية. من شروط البحث أن يكون هناك عدم حيادية. إيش يعني عدم حيادية؟ لا تكون لا مع هذا الطرف ولا مع هذا الطرف. فبالتالي تخيل الآن إذا أنت معلق وشخصيتك مثبت على فكرة، معناته أنت حيادي، إذا قراراتك خاطئة. شوف كيف؟ فهذا تكتشف اللجنة فقد تسقط. طبعا النوع الرابع من مستويات بحوث الترقية، بحوث الترقية قصيرة ولكنها متعمقة جدا وتحتاج إلى مستوى تحليل عالي جدا. من يقوم بها؟ يقوم بها الدكاترة. بعد ما يصير دكتور يظل يعمل أبحاث ويطور من نفسه بحيث إنه يصير مثلا، هو الآن أنا أول ما تخرجت أنا كنت دكتور، بعدين صرت أستاذ مساعد، والآن صرت أستاذ مشارك، والآن أصير بروفيسور. شوف كيف مراحل، كل هذا يتوقف على عمل البحوث التي نحن نقوم بها. أوكي. طبعا إسهامات علماء العرب والمسلمين كثيرة في البحث العلمي أيضا. هناك عندك معروفين أبو القاسم الزهراوي في علم الطب، عندك جابر بن حيان في الكيمياء، الحسن بن الهيثم في الضوء والعدسات، موسى الخوارزمي، موسى معروف في الحساب، والشريف الإدريسي في الجغرافيا. شوف كل هذول لهم التاريخ الكبير في عملية البحث، يعني تاريخ الإسلام يعني مضاء بهذه الميزة من الباحثين. الآن بشكل سريع، لن أطيل عليكم باقي دقيقتين، مبادئ البحث العلمي. مبادئ البحث العلمي حكيت نقطة من قبل شوي، الحيادية التامة، أن تكون حيادي، لا تميل لا هنا ولا هنا، تبعد عن هواك. والله انا احب هذا اللون فاروح اتكلم، اللون الافضل الاحمر كان يحبه الكل لانه هو يحب الاحمر، هذا كذب وليس حياديه. ايضا التحرر، ان لا تتقيد باراء غير الباحثين تقيد كاملا. ايضا عندك الدقه والتعمق في فحص المشكله، جمع البيانات واستخدام مقاييس، لابد ان يكون هناك دقه، والاستعانه بالخبره مهم جدا. من مهارات البحث العلمي ان يكون عندك القدره على الملاحظه وحصر المراجع والمصادر، ومهارة في الاتصال وجمع المعلومات، هذه كلها مهارات في البحث العلمي. إذا وأيضا مهارة في تحليل البيانات التي أنت جمعتها. إلى هنا سأتوقف، وسنتكلم بإذن الله الأسبوع القادم عن مهارات البحث العلمي إن شاء الله. هل لديك أي سؤال بما أنا تكلمت بشكل سريع؟ تفضل. أظن أنا الموضوع اللي تكلمت يعني بسيط وجميل جدا، يعني ما هو يعني رياضيات أو شيء. فبإذن الله المادة حتكون جميلة، ويعني أنا متأكد بإذن الله إذا استمريت معي بالحضور بهذا اللقاء ستجدها ممتعة وأمثلة طيبة جدا وواضحة جدا، لن يكون هناك يعني لخبطة في فكرك أو ذهنك. بإذن الله أتمنى لكم التوفيق ودمتم سالمين إن شاء الله، ونلتقي على المحبة الأسبوع القادم يوم الأربعاء إن شاء الله. وفقكم الله ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.